Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh and a very good morning. I just presented my لقد قدمت اوراق اعتمادي هنا في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وكان لي الشرف ان التقيت برئيس الجمهورية، وقد تطرقنا الى مواضيع عدة من بينها تعزيز اواصر الأخوة بين الجزائر وماليزيا، وأيضا تعزيز العلاقات الاقتصادية. فمهمتي هنا هو أن نعزز الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والعلاقات بين الأشخاص، بين المواطنين الجزائريين والماليزيين، وأيضا نود أن نقوم باستغلال هذه الإمكانيات الموجودة في الجزائر باستثمار في عدة ميادين. وقبل أن أختتم أريد أن أشكر رئيس الجمهورية وأيضا الوزير الخارجية على كل المجهودات التي بذلوها في لتعزيز مكانة السفارة الماليزية في الجزائر، وأشكركم.